رجعنا تاني والكابتن شريف الصناديلي واختبر نفسك. كابتن تحب الاسئله الفنيه ولا الرياضيه ولا المعلومات العامه؟ انا بخيرك يعني. هتتسال في الثلاثه. طب ما خلاص هتخيلني فيها ربنا يستر. ايه اللي قريب منك اكتر يعني؟ يعني رياضيه برضه عشان نبقى القعده لطيفه يعني. ماشي، على فكره دي الخدعه بتاعتنا. الاسئله الرياضيه اصعب حاجه. طيب هنبدا الاسئله الفنيه. ماشي. نلطف كده ونخش على الجامد. يعني في مونتاج فاحنا تمام. هنشيل في مونتاج. طيب. اول سؤال بيقول من قام بتلحين اغنيه موعود لعبد الحليم؟ في ثلاث اختيارات. في اختيارات. طيب. وفي احساس. يعني ممكن باحساسي كده اروح لده. ده. بليغ حمدي، كمال الطويل، محمد الموجي. موعود معايا بالعذاب يا قلبي. صح؟ صح وانا انا بيتهيالي بليغ حمدي. الله ينور عليك. بيتهيالي يعني. الله ينور عليك زي الفل. الاوله حلوه اهي. طيب. السؤال اللي جاي، من قامت باداء شخصيه جليله في فيلم اهل القمه؟ جلجله. انا كمان بقولها غلط يعني، اصلا ما اعرفش الفيلم. انا مش هفضل بجيب حاجات. انا كمان ما اعرفش. من قامت باداء شخصيه جلجله في فيلم اهل القمه؟ سعاد حسني، عايده رياض، ناديه عزت. لا حول الله. شفت بقى الاحساس رايح فين يعني. هو في فيلم اسمه جلجله فعلا؟ لا، هي الشخصيه اسمها جلجله. في فيلم اسمه اهل القمه. اهل القمه. انت قلت مين التلاته؟ اصل هما التلاته لازم حد فيه يبقى ستار يعني عشان. طيب، سعاد حسني، عايده رياض، ناديه عزت. نقول سعاد حسني بقى. اخر كلام؟ ما هو الاثنين. ما هو يا دي يا نادي عزت، ملهاش حل تاني. يبقى عايده رياض. معلش، احنا جاوبنا الاول صح. اللهم اننا صايمين يعني. ماشي. لا، ما احنا التركيز في الصيام بيزيد ولا بيقل؟ لا، قبل الفطار بيبقى رايح جاي، بيختفي. طيب، ما هو اول فيلم اخرجه يوسف شاهين؟ سيدة القطار، ولا ابن النيل، ولا بابا امين؟ يوسف شاهين. يوسف شاهين ابن النيل بتهيألي بقى. ايه؟ لا، هو بابا امين، وكان سنة 1950. انا برضو اول مرة اعرف المعلومة لسه. هو دايما اسماء افلام يوسف شاهين بيبقى فيها عمق شوية. بابا امين انا ما توقعتش ان يكون يوسف شاهين يعني. بس ده اول فيلم هو اخرجه. ودايما استاذ يوسف شاهين طبعا اسكندريه ليه، واسكندريه مع مين، واسكندريه ما قلت عشان كده النيل تبقى شبهها يعني. صعبه، حاجات صعبه كلها وعميقه يعني. ما هو الاسم الحقيقي للفنانه تحيه كاريوكا؟ هديك ثلاث اختيارات. بدويه محمد علي، سعديه محمد علي، فوزيه محمد علي. ابيض على الاسئله. مش كلاي يعني، عشان بس. بدويه ولا سعديه ولا فوزيه محمد علي؟ فنانه تحيه كاريوكا. دي بقى ايه، صدفه تماما؟ لا، ما بالاحساس ساعات كده نرميها احساس بتيجي. بدويه ولا سعديه ولا فوزيه؟ هو كله بالايه في الاخر. ما هو نقول نقول سعديه. لا، هي بدويه. والله كنت اقول بدويه. انت ما قلتش ليه؟ ماشي. الفنانه طبعا تحيه كاريوكا كان اسمها الحقيقي بدويه محمد علي. هو كان قصدي بدويه. انت كنت عايز تقول كنت احساس كان جايب. انا قلت لك بص يا كابتن، في الاسئله دي احساس. يا سلام. ماشي. انا ممشيها كده. ما هو اخر فيلم ابيض واسود تم عرضه في السينما المصريه؟ اخر فيلم ابيض واسود تم عرضه في السينما المصريه قبل ما يدخل بقى الالوان. كلمه شرف، عوده اخطر رجل في العالم، اجازه نص السنه. اخر فيلم ابيض واسود تم عرضه قبل بقى الالوان. كلمة شرف، عودة أخطر رجل في العالم، أجازة نص السنة. بص، هو عشان هو كله ضربة دلوقتي فنقول أجازة نص السنة. أجازة نص السنة. لا، هو عودة أخطر رجل في العالم. وكان في شهر أكتوبر 73، وقبله كان في فيلم كلمة شرف في 73 في مارس. أنا عايز نلعب ماتش باسكت مع المعد بتاع الأسئلة. وبص هو حله ماتش باسكت. وبلوكاتك بس. بالظبط. وتديله بلوكات. أنا أسأله بقى، أنا ألعبه باسكت. تعالى بقى. تعالى لي في منطقتي. جهز نفسك يا أستاذ أسامة، أنت الأستاذ أحمد الأحمر. عندكم ماتش باسكت مع كابتن شريف الصناديلي، و أجيب لكم بقى حاجة في المستشفى. لا يا عم. طيب، هنخش على الأسئلة الرياضية.
أين أقيمت دورة الألعاب الأولمبية 1988؟ أقول لي اختيارات ولا سهلة دي جدا؟ المفروض لوس أنجلوس. لا طب من ما طب ثانية واحدة. طب ماشي. ثانية ميلبورن، سيول، موسكو. ميلبورن، سيول، موسكو. لا سيول. سيول. سيول اه. ودي طبعا يعني ثانية كانت 84 يعني 84 هي اللي 84 لوس أنجلوس. اه اللي جاب فيها طبعا بطلنا محمد رشوان ميدالية فضية في الجودو. وسلعوه طيب. خلي بالك كان هداف. كابتن سلعوه كان هو هداف 179 نقطة. بالظبط كده. وتفوق على مايكل جوردن ولاري بيرد وعمالقه الصح. طب برافو عليك. حافظ ولا مش حافظ؟ لا لا زي الفل. وسهل الرياضه اهي. لا لا ما. طيب من اكثر منتخب تاهل للدور قبل النهائي لكاس العالم لكره القدم؟ شفت سهله ازاي؟ حرام عليكم. ده سؤال. اكثر منتخبات تاهلا للدور قبل النهائي لكاس العالم لكره القدم، هل هو البرازيل، ايطاليا، المانيا؟ الاحساس هنا ممكن يخونك. اه يعني ففكر بره الصندوق يا كابتن. ممكن نقول ايطاليا او اللي بعديها. انت فكرت في نص الصندوق مش بره الصندوق. قلت لي كده برازيل وايطاليا. برازيل، ايطاليا، المانيا. خلاص يبقى المانيا. المانيا ايوه كده. الله ينور عليك. البرازيل كسبت كاس عالم كتير. اجابه صح. انا حسبتها صح. المانيا 13 مرة حققت اربع مرات بطولة، اللقب اربع مرات، والوظافة اربع مرات، والمركز الثالث اربع مرات، والرابع مرة واحدة. انا كمان بكتشف معلومات كرة القدم برضه. ماشي. انا يعني مش متابع جيد. اكتر نادي حقق لقب دوري ابطال اوروبا لكرة اليد بنت عم الباسكت اليد. الله. صح؟ ماشي. طيب. برشلونة، باريس سان جيرمان، كيل. مش هغشش في ده. هو المفروض برشلونه. المفروض ايه؟ برشلونه. الله ينور عليك. برشلونه فرقه قويه. كم كم مره؟ لا ما 11 مره. 11 من 11 بقى احنا مالناش دعوه ال 11 دي مش في السؤال يعني. الله ينور عليك يا كابتن. في اي دوره اولمبيه شاركت المراه لاول مره؟ 1900 1990 1922. في اي دوره اولمبيه شاركت المراه لاول مره؟ واصلا كان في دوره العاب اولمبيه 1922 يا جماعه. ماشي. يعني بنسهلها لك اهو يا كابتن. خلاص يبقى هي الحديثه. الحديثه شفت بقى. وحتى سنه 90 ما كانش في دوره العاب اولمبيه برضه. سول 88 وبعد كده برشلونه 92. طب ده السؤال ده لم ينجح احد في السؤال. لا 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 في 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 ما في سنه اهو. اقول تاني ما هو انت بتعرف. ما هو 1990 مفيش. حلو. 1922 مفيش برضه. مفيش. يبقى 1900 بس. الله ينور عليك. بس شفت يا جماعه، شفتوا الكابتن شريف المعلومات عنده ما فيش هزار. مفيش هزار. ولا قلنا له حاجه ولا غششناه ولا اي حاجه. فعلا احسبوا له الدرجه. طيب كم عدد لاعبي فريق البيس بول الواحد في البيس بول؟ جميله اللعبه البيس بول دي. انسانيه وانت عارف احنا متابعيها جيد. انت متابع جيد يا كابتن صح؟ لا انا متابعها وعارف الروز بتاعتها بس. لا والله. هو العدد بتاعها عدد الفريق شويتين. هو نقول الاختيار 9 10 11 في الملعب ولا قصدك في الملعب؟ بسالك بس سؤال اهو. اقسم بالله ما اعرف. والله ما اعرف. بيس بول. انا على فكره بقول لك انت متابع. انا بهزر بس طلعت متابع ليها صح؟ لا متابع ليها. وعارف الرولز بتاعتها؟ عارف الرولز. لا انا اعرف الكريكت شويه. لا انا اعرف الرولز. هي بيتم تسجيل هدف لما بيسموها البيز. لما اللعيب بيعدي على البيز هم ثلاثه. حلو. والاربعه اربعه. جري في الاربعه لمس الاربعه دي بتبقى نقطه. هو في واحد بيرمي الكوره. ما هو واحد بيخبط واحد بيخبطها بالمضرب بيضربها ابعد مسافه عشان يكسب وقت عشان ده يلف من تحت. تمام. التكتيك بقى ايه؟ ان هو يخدع الناس عشان يعرف انت ممكن واحد يقف هنا يوصل هنا ويستنى. تمام. ودي ومش عارف ايه وهكذا لغايه لما يلف الاربعه تعمل نقطه. انت عارف اللي يحصل ده دلوقتي ايه؟ احنا ممكن يجيبوا لنا بيس بول ويخلونا نعلق عليها بعد المعلومات اللي انا عرفتها دي. طيب. كم لاعب بقى في الملعب؟ في الملعب الواحد يعني 9 10 11. بالحب كده. انا اقول 9. 9. الله ينور عليك يا كابتن. 9. يا جماعه ما حدش يجيبوا لنا بيس بول عشان هيخلونا نعلق عليها. لا اجيب الكابتن شريف يعلق عليها خلاص. طيب. الاسئله العامه بقى. المعلومات العامه. ماشي. اول سؤال بيقول ما هو الحيوان الذي يتنفس من خلال لسانه؟
الثعبان، السلحفاه، الفيل. الثعبان. مظبوط، الله ينور عليك. احنا جامدين جدا يا كابتن شريف. اوعى عرصة الثعبان. سلام دانك دي يعني. طيب. يتم استخراج السمك الايه؟ المسك. انا قريتها سمك. المسك. تمام؟ من الفراشة، الغزال، النعام. المسك. المسك. انا اعرف العنبر من حوت العنبر بس. العنبر من الحوت. من كبد الحوت. بالظبط. انما المسك من الفراشه، الغزال، النعام. لا الغزال. غزال. الغزال. الله بالزبط. ينور عليك. شوف غزال الملاعب الكابتن شريف الصناديلي. الله عليك. ماشيين حلو كده. ما هي عمله البرازيل؟ انت رحت البرازيل؟ رحتها مره. فاكر العمله؟ ما انت اديني اوبشن ما افتكر. ما هديك الاوبشن دلوقتي. الريال، الدولار، البيزو. لا بيزو طبعا. ليه؟ لا الدولار البرازيلي؟ لا استنى بس، ما هو ريال. لا اخر كلام، اخر كلام. انا براحتك خالص، خد وقتك. دول سيء. مش الدولار البرازيلي؟ لا الريال، الدولار، خليها بيزو بقى. نخليها بيزو؟ اه نخليها بيزو؟ انت رحت الارجنتين، البيزو في الارجنتين. خلاص يبقى دولار. الريال البرازيلي. هي دي التركه بقى. تركه بقى. هي والله الريال البرازيلي. طب انا عايز اشوفها بقى. لا موجود عندنا ريال بعد. البرازيل عملتها الريال. لا حول الله. شفت المعلومه دي ممكن حد كتير ما يعرفهاش. طب زيه بقوه الريال السعودي برضو ولا؟ هو مش عارف عامل كام ده، 5 جنيه دلوقتي باين ولا كام. طيب كم عضله يستخدمها الانسان عندما يغضب؟ ده سريع يا كابتن، انا عارف حضرتك هادئ. لا ما دي على البركة. فاكر لما بتغضب كم عضلة بتستخدم؟ 10 13 15؟ والله انا يهيأ لي ان هي ممكن تبقى 15. 15 هم 13. هم 13. هم سامحين في اتنين. انا والله انا متعصب، انا عمري ما عديت العضلات اللي بتتشد لما بتعصب، انا ما حصلش يعني. طب اخر سؤال، بتحب عسل النحلة؟ طبعا. ما لا مين ما يحبش. طيب النحله بقى عندها كام عين؟ اربعه ولا خمسه ولا اتنين؟ لا بتهيألي اربعه. اكيد مش اتنين. اخر كلام؟ اخر كلام؟ ما اربعه يا خمسه. اربعه ايه؟ يا ايه؟ يا خمسه. الله ينور عليك يا كابتن. حلو كده. هنمشيها صح يا جماعه دي، خلاص هو ده الكلام. دي اخر سؤال عندنا، ونورتنا كابتن شريف والله. الله يخليك كابتن، سعداء ان حضرتك معانا، وجيل فعلا كان جيل جميل في كره السله، والاسماء الرنانه في كره السله دايما كابتن شريف الصناديلي. بشكرك جدا على اللقاء. متشكر جدا جدا، وكل سنه والجميع بخير وطيبين وافطارا شهيا زي ما بيقولوا.